أخبار اليوم. الطلبة هننتقل للسؤال الثاني وهو سؤال القواعد. سؤال القواعد ده من الأسئلة المهمة جدا. ليه بقى من الأسئلة المهمة جدا؟ لأنه عليه لوحده 10 درجات، يعني ربع درجة الامتحان على السؤال ده. الامتحان درجته من 40، 10 منهم على سؤال القواعد. فلازم وإحنا بنختار الإجابة لازم نختارها بعناية فائقة، وفي حاجات لازم أراعيها وأنا بجاوب، إرشادات لازم أراعيها وأنا بجاوب السؤال ده. أول حاجة إن السؤال ده بيعتبر اختيار من متعدد، ولذلك لا يجوز الإجابة عليه مرتين، هي مرة واحدة فقط، ولا يجوز كتابة كلمتين. لو كتبت كلمتين اخترت إجابتين، هناخد الإجابة اللي بيصحح هياخد الإجابة الأولى ويترك الإجابة الثانية. تاني حاجة إن القواعد دي شاملة القواعد اللي درسها الطالب من أول ما درس اللغة الألمانية لحد الصف الثالث، فلازم أكون ملمة بكل القواعد اللي درسها الطالب. إذا كان في خطأ وعايز أعيد السؤال، فبعيد السؤال كله واشطب على السؤال اللي هو فيه الخطأ. ما ينفعش أني أنا أكتب إجابتين بأي حال من الأحوال. هنمسك بقى سؤال سؤال ونشوف إيه السؤال وإيه الإجابة الصحيحة ولماذا. السؤال الأول: فاشينكس تو فاجنارس. الإجابة: الشنكة، الشنكة إيم إينن إيا إيجيبتشا بيشا. هنا الإجابة الصحيحة هي كلمة إينن. ليه بقى الإجابة الصحيحة هي اللي في النص كلمة إينن؟ لأن كلمة إينن ده الضمير العائد على كلمة فاجنرز. فاجنرز دول ضميرهم زي، وهم جمع، فالزي في الداتيف بتتحول لإينن، لأن أنا عندي فيرب شنكن. فيرب شنكن ده بياخد 2 مفعول، أحدهم داتيف والآخر أكوزاتيف. الأكوزاتيف هو الإيجيبتشي بيشر، والداتيف هو إينن اللي هو الضمير العائد على عائلة فاجنر اللي هم الأشخاص. السؤال الثاني: فان هاست تو جيبورتستاج. الإجابة: إم أم أم ألف ألف تن يانوار. الإجابة الصحيحة هنا هي أم. لماذا؟ لأن أم بتيجي مع الأيام، وإلفتن يانوار ده يوم، فلذلك الإجابة الصحيحة هي أم. ما ينفعش إم ولا ينفع أم، ده يوم والأيام بيجي معاها حرف جر أم. السؤال الثالث: تتسايد باي دي جاست فاميليا إيش ني فرجسن. هنا بقى هو نفس الفيرب بس متصرف، يعني الثلاث اختيارات هو نفس الفيرب بس متصرف بثلاث تصرفات مختلفة. فالإجابة الصحيحة المناسبة للضمير أو للفاعل اللي عندي إيش بتاخد فيرد، ده عشان تصريف الفعل هو كده تصريف الفعل. يبقى الجملة ديتسايد باي دير جاست فاميليا فيرد إيش ني فرجسن. السؤال اللي بعده رقم 4: إيس تو جرن فلايش. الإجابة: ناين ليبا جرن ميا فيش. طب أنا هختار إيه وليه؟ هختار كلمة ليبا. ليه؟ لأن أنا عندي في السؤال كلمة جرن. جرن دي صفة، التصعيد بتاعها في حالة المقارنة ليبا، لأن أنا عندي كلمة بقارن ما بين كلمة فلايش وكلمة فيش. أنت بتحب تاكل اللحمة؟ لا، أنا بفضل عليها السمك. ده إجابة السؤال الرابع. السؤال الخامس: إيش كان هويت نيشت كومن. إيش هابي فيل أربايت. عندي 3 أدوات ربط: دن وفايل وداس. هنا بقى بختار أداة الربط بناء على حاجتين: أول حاجة المعنى ثم القواعد.
لو بصيت للجملة اللي بعد القوس هلاقي ان انا عندي فيرب هابي. هابي ده موجود في المركز الثاني في الجملة، يبقى مش هينفع عندي ولا فايل ولا داست، لان القاعدة بتاعت فايل وداست بتودي لي الفيرب في اخر الجملة. انا اللي هينفع عندي هنا دن معنى وقواعد. يبقى الجملة هتبقى ايش كان هويت نيشت كومن، انا مش هقدر اجي النهاردة. لماذا؟ لان انا عندي شغل كتير، عندي عمل كتير. يبقى هنا دن هي الاجابة الصحيحة وما ينفعش ولا فايل ولا داس. سؤال رقم 6 فايس 2 كيندر دير دويتش ليرر هات. عندي برضو هنا تلات اجابات، انا هختار منهم الاجابة الصحيحة هي في فيلا. ليه؟ اول حاجة عشان المعنى، تاني حاجة ما ينفعش اخد اب لان اب مش هتيجي هنا، ما ينفعش اوب كيندر دير دويتش ليرر هات، ولا تنفع في فيل. الاجابه الصحيحه هي في فيل. اجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده الس فين فايل ماين فاتر يونج فار اير سبورتليش. هنا بقى الاجابه الصحيحه هي الس. ليه بقى؟ نراجع القاعده مع بعض. ان احنا بنقول ان ألس بتعبر عن حدث مرة واحدة في الماضي، لما كان بابا صغير في السن كان رياضي، كان جسمه رياضي، فعشان كده انا اخترت ألس. معنى وقواعد. جستن ايش اندي شولة. عندي ثلاث افعال في الماضي، هختار منهم المناسب للمعنى والمناسب للتصريف. طيب التلاتة مناسبين للتصريف، هختار انهي واحد؟ هختار جينج. ليه هختار جينج؟ لان انا عندي هنا اندي شول معناها الى المدرسة، يبقى ذهب الى المدرسة، ما ينفعش كان الى المدرسة ولا امتلك الى المدرسة، ما ينفعش. المعنى مع جينج. ألس فيم فان ايش فيل جلد هيت فيرد ايش اين يخت كوفن. هنا بقى الاجابة الصحيحة فين. ليه فين؟ كلكم عارفين اني هنا عندي هنا كونيونكتيف. الكونيونكتيف ده حالة التمني، فأداة الرابطة التي تستخدم مع حالة التمني هي لو. لو انا معايا او عندي فلوس كتير انا اتمنى ان انا اشتري يخت. طبعا دي حاجات يعني في الواقع ان انا ما عنديش فلوس، بس لو عندي فلوس اتمنى ان انا اشتري يخت. الجمله الاخيره ايش فيرد جيرن باي ايجيبت اير فليجن اربايتن هابن. الاجابه هي اربايتن. ليه؟ الثلاثه ينفعوا كمصدر، لان فيردن احنا عارفين ان فيردن دي بتجيب مصدر في اخر الجمله، الثلاثه مصادر. طب ليه اخترت المعنى؟ المعنى اتمنى اشتغل في شركه ايجيبت اير باي ايجيبت اير. هنا ايجيبت اير ما هياش الطياره ايجيبت اير، هنا ايجيبت اير ده اسم الشركه، مش اسم مش وسيله المواصلات. هنا لا اعني بايجيبت اير وسيله المواصلات، هنا اعني بايجيبت اير شركه ايجيبت اير، شركه الطيران ايجيبت اير. فانا بتمنى ان انا اشتغل في شركه الطيران ايجيبت اير. ودي كده الاسئله بتاعه السؤال الثاني اللي هو سؤال القواعد.